أعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشورة أسرية. إحنا لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن التربية وتحديدا فترة المراهقة. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن الحرية، إزاي ندي ولادنا حرية بس في نفس الوقت تبقى حرية مقننة. بس رحبوا معايا الأول بضيفنا اللي منورنا ومباركنا، نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف، أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية. أهلا بنيافتك يا سيدنا. أهلا بكم. يمكن سيدنا كنا بنتكلم في حلقة اللي فاتت عن مرحلة المراهقة بالتحديد، وكان آخر حاجة بنتكلم فيها أنه إزاي نعامل الولد في مرحلة المراهقة وإزاي نعامل البنت. فعايزين نعرف من يافتك النهاردة إزاي ندي لولادنا الحرية وفي نفس الوقت نبقى إحنا برضو متابعين ولادنا علشان ما يعملوش حاجة تبقى خطية، يقعوا في خطية، يقعوا في مشكلة. فإزاي نعمل ده؟ هو التجهيز لمرحلة المراهقة لابد يبدأ من الطفولة، لأن كل ما بيكون في ثقة مبنية متبادلة ما بين الأولاد والبيرنس بتاعتهم، لما بيوصلوا مرحلة المراهقة بيقبلوا توجيه من الأب والأم. زي ما قلنا في حلقات قبل كده، لو الأب والأم ديكتاتوريين هيوصل التمرد لقمته في مرحلة المراهقة. والولاد هيعملوا عايزين يعملوه والقانون بيحميهم بعد سن 18. ولو أصغر من كده برضو ممكن يتمرد يعملوا عايزين يعملوه. لو الأب والأم يعني كانوا بيدلعوهم وكده، برضو الولاد في الفترة دي هيبقوا مدللين والاب والام مش هيقدروا يعني يمشوا كلمه عليهم. انا يمكن ببتدي بالمقدمه دي عشان عايز اقول لو انتظرنا لمرحله المراهقه علشان نبتدي نتعامل مع اولادنا صح، مش عايز اقول اتس تو ليت، اتس نيفر تو ليت، ولكن التحديات اللي هتقابلنا هتكون اكبر بكتير من لو انا ابتديت اعد مرحله المراهقه والولاد لسه أطفال صغيرين. من خلال الثقة والحب والحزم، من خلال طول العشرة 12 سنة الأولى. الحرية بتيجي بمعنى أن بدل الولد الحرية أنه يعمل قراراته ويعمل اختياراته. ومن هنا باجي بدل الولد اختيارات، وفي الاختيارات دي أنا بشرح له عواقب كل اختيار. وبعد عواقب كل اختيار دي بقول له نفذ اللي انت عايز تعمله. في نتائج للاختيارات طبيعية يعني، وفي نتائج انا ممكن اديها له يعني. يعني تبقى زي نوع من انواع التأديب له لو هو اختار اختيار غلط. يعني مثلا ايه، لو فرضا ولد لسه 10 سنين ولا 11 سنة وانا مش عايز اجيب له تليفون، شايف ان بدري عليه التليفون ده ممكن يعني يأذي، فهو بقى مصر ان عايز تليفون. فانا بشرح له الايجابيات والسلبيات بتاع ان هو يبقى عنده تليفون في السن ده، وبقول له انا رايي الشخصي انك ما تاخدش تليفون. فلو هو اصر قال لا انا عايز تليفون وهو اختار ان ياخد تليفون، فممكن يكون اللي انا هقوله له اقول له طيب لو هتاخد تليفون يبقى هتخصم من مصروفك. يبقى بالطريقه دي انا لان انا مش موافق على حاجه فبقول له، بس في الاخر ام جونا مونيتور التليفون برضو وهو واخده، بس انا ليه حطيته من مصروفه؟ مش لان انا مش هقدر ادفعه له، عشان ده اختيار انا ما كنتش موافق عليه وده مش في مصلحته، فممكن يضره يعني. وممكن مثلا هو عشان يشتري سمارت فون ممكن يبقى غالي عليه، فممكن يقول لك لو عايز تليفون مجرد للتواصل نشتري التليفونات اللي هي مش اسمها القديمه مش سمارت فون ولا حاجه زي كده. وبالطريقه دي نبقى انا هو معاه تليفون بس ما هوش بقى وسائل التواصل الاجتماعي على التليفون بتاعه، فبقى انا برضو متحكم فيه شويه. اقول له لو عايز تشتري سمارت فون حوش بقى من مصروفك لغايه لما تقدر تشتريه.
فانا بصعبها عليه، لكن في نفس الوقت انا ما قلتلوش لا. اوكي. يعني ده اختيار. انا مجرد بدي مثال يعني ازاي ان الواحد يدي حريه بس حريه مقننه. اي حريه من غير ضوابط ده تسيب. اوكي. زي ما البابا الشنودة كان يقول الميه في النهر بتتدفق بحريه، لكن النهر ليه ضفتين. لو احنا شلنا الضفاف دي هيحصل فيضان. اوكي. ودنيا تغرق. Yeah. نفس الكلام، الحريه لازم يكون لها قوانين. القوانين دي مش بتمنع الحريه ولكن بتحمي الحريه بتاعه الانسان. تخيل مثلا لو المرور ما فيش اشارات مرور، ما فيش تحصل حوادث سبيد ليميت، هتلاقي الحوادث بقت كتيره. Yeah. فالنهارده لما احط سبيد ليميت ويحط اشاره مرور، ده بيعمل ايه؟ بيحميني. فالضوابط دي اللي حمايتي. فلازم افهم مع الولاد كده واشرح لهم ان الحريه دي برضو ليها ضوابط، والضوابط دي اللي حمايته. ممكن يبقى في بروتوكول او اجريمنت قبل ما بجيب له تليفون بتفاهم معاه، قبل ما بجيب له عربيه بتفاهم معاه ازاي هيقدر يستخدم العربيه وهيروح بيها فين وهيرجع بيها امتى والساعه كام الى اخره. وممكن يكون حتى الاجريمنت دي مكتوبه متفاهمين عليها واحنا الاثنين متوافقين عليها والاثنين ماضيين عليها. مش هاخد المحكمه بعدين يعني، بس انا عايز اقول ايه، لما بيكون في اجريمنت مكتوبه بيدي نوع من انواع الاهميه والسيريسنس للاستخدام ده يعني. وبالطريقه انا بحمي ولادي من اي يعني تسيب في الحريه. وطبعا الفهم الكتابي زي ما معلمنا بولس الرسول يقول لا تجعلوا الحريه فرصه للجسد، يعني ما تجعلش الحريه فرصه لشهوات الجسد وانك تعيش زي ما انت عايش في تسيب. فالبناء الروحي هنا فهم الحريه من منطلق كتابي، وفهم الوصيه، وفهم ان الوصيه دي ليست قيد على حريتي بل حمايه لحريتي. كل ده هيساعد الولاد ان هم لما ياخذوا حريه يحسنوا استخدامها ولا يسيئوا استخدامها. يمكن يفتك ذكرت لنا في وسط الكلام انه انا ممكن اجيب لابني تليفون قديم فما يقدرش يبقى عنده اكسس للسوشيال ميديا، ويمكن دي من اخطر النقاط اللي بتواجهنا دلوقتي هي السوشيال ميديا وتاثيرها على حياتنا. ف نيفتك شايف ازاي تاثير السوشيال ميديا على الحياه الاسريه دلوقتي؟ شوف، اي شيء له الايجابيات والسلبيات بتاعته. فانا لا انكر ان السوشيال ميديا لها ايجابيات. بس انا عايز اتكلم على السلبيات علشان يعني وقت برنامجنا ندي فرصه للناس ان هي تخلي بالها من المخاطر بتاعت السوشيال ميديا. فانا لا انكر مثلا ايجابيات السوشيال ميديا، مثلا لما واحد بيعمل جروب للفاميلي فبتربط الفاميلي كلها مع بعض، اللي في مصر واللي في امريكا واللي في استراليا واللي في اوروبا، فبتقرب الناس مع بعض كده من خلال التواصل. مثلا اصحاب الطفوله واصدقاء الطفوله واللي كانوا معايا في اعدادي وثانوي، ان الواحد مثلا بيقدر يتواصل معهم ويعرفهم من خلال السوشيال ميديا، دي حاجه ايجابيه. استخدام السوشيال ميديا مثلا في العمل الكرازي او الوعظ والرعايه والتعليم والعظات والالحان والترانيم، دي موجود يعني. النهارده مثلا اي واحد عايز يسمع عظه لسيدنا البابا شنودة سهل جدا انه يدور عليها ويلاقيها على يوتيوب، على ساوند كلاود، على والواحد يستفيد بالحاجات دي كلها. سيدنا هو يمكن كل اللي نيافتك بتقول عليه ده حقيقي حاصل، وطبعا يعني ان هي بتقرب الناس من بعض رغم بعد المسافات، بس الفكره ان احنا بقينا واحنا مش واخدين بالنا واحده واحده الوقت اللي بنقضيه على السوشيال ميديا او ورا الشاشه بقى بيزيد. في الانسان بدل ما هو
كان فاهم انه بيتعامل مع مجموعه من الناس اكتر. لا ده انت عزلت نفسك ورا الشاشه يعني. ف ده مظبوط. انا بس حبيت في الاول عشان انا كنت بقول ان انا عايز اتكلم على السلبيات. اوكي. فمش عايز ان يعني المشاهدين مفتكرين ان احنا مش مدركين الايجابيات. لا انا مدرك الايجابيات كويس قوي. لكن عايز اتكلم بقى عن السلبيات، لان السلبيات فيها كذا يعني دايمنشن. اول دايمنشن انت ذكرتيه، فاكر في الستينات لما التلفزيون نزل مصر في بدايه الستينات كده، قالوا بس ده هيساعد ان الاسره انها تتجمع، وفعلا الاسره ابتدوا يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون، يتفرجوا على مسرحيه، على فيلم مع بعض، ابتدى يعني التلفزيون ده يجمع الاسره. شويه شويه ابتدى كل واحد يبقى عنده تلفزيون في الاوضه بتاعته، لان ده عايز يتفرج على حاجه مختلفه، غير القناه الثانيه غير القناه الثالثه. دلوقتي بقى التلفزيون بقى موضة قديمة. دلوقتي كل حاجة بقت موجودة على التليفون وعلى الايباد، وعلى مش بس اتفرج على مسلسلات ومسرحيات وافلام، ده انا بسمع الاغاني اللي انا عايزها، بسمع الاخبار اللي انا عايزها، بشوف كذا. literally ان الواحد ممكن لو يقعد 24 ساعة على التليفون ولا الايباد مش هيزهق، هيلاقي لان فتح يعني فتح العالم قصادنا الى حدود لا نهايه. يعني فعلا كميه الانفورميشن اللي موجوده قصادنا لا نهائيه، لا نهائيه. فده بقى بيخلي ايه؟ بيساعد جدا على الادمان والتفكك الاسري. يعني ممكن تكون في زياره واحنا قاعدين جنب بعض، وكل واحد ماسك تليفون وبيبص فيه وبيتواصل مع الناس اللي هم بعاد عنه. طب انا بسال سؤال، مين اولى بوقتي؟ اللي قاعد قصادي ولا البعيد؟ اللي قاعد بعيد انا ممكن اتواصل معاه في اي وقت تاني. yeah. مين اولى في وقتي؟ الناس اللي هم انا خرجت وعملت مشوار عشان ازورهم وقعد معاهم، وفي الاخر انا قاعد مشغول بالتليفون، ولا اولى بوقتي الناس اللي هم بعاد لا اقدر اتواصل بيهم في اي وقت؟ لاني يعني فتلاقي في الاسره يعني الناس بتاكل وكل واحد ماسك التليفون بتاعه بيبص، ما بيتكلموش مع بعض. فدمرت ال 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 الحوار الاسري، الحوار الاسري والربط الاسريه، وايضا عملت ادمان. يعني لما يبقى الواحد مش قادر يستغنى عن التليفون، انا بنام والتليفون جنبي، واول ما بصحى اول حاجه بمسكها التليفون وببص فيه، بشوف ايه اللي فاتني في 6 ساعات بتوع النوم بتوعي، ايه البوست اللي حطوه على الفيسبوك انا لسه ما شفتوش لغايه دلوقتي. ده ادمان. لما الاقي نفسي اول ما بصحى بدل ما امسك اجبيتي واقف اصلي، انا ماسك التليفون بتاعي وعمال ارد على الناس ولا اشوف ايه الاخبار، ده ادمان. فعمل ادمان السوشيال ميديا، وايضا عملت تفكك اسري. اما بقى الماتيريالز اللي بتتحط في السوشيال ميديا، يعني حاليا النيجاتيف نيوز والماجنيفاير، العدسات المكبره اللي بتستخدم على التشكيك في وجود الله، وزي ما كنا اتكلمنا في الحلقه قبل كده، الالحاد والسوشيال والسيكشوال موراليتي والهوموسيكشواليتي والترانجندرزم والدفاع عنهم الى اخره والفايلنس، كل الكلام ده ابتدى يعمل حاجه تانية، البرين واش، ان بيغسل مخ اولاد لمعلومات كلها خاطئه. وللاسف يعني كلنا يعني حط مثلا عايزة لسيدنا البابا وشوف كم واحد يقول فولوت، وبعدين حط خبر مثلا ضد الكنيسة وشوف كمية اللايك وكمية الكومنتس اللي هتيجي على الخبر ده. الناس بيت انترست مور
في السلبيات مش في الإيجابيات. عن الإيجابيات يعني حط أي خبر كاذب بس يأتاك فيه التروس، يأتاك فيه الكنيسة، يأتاك فيه الكتاب المقدس. أوكي. شوفي كم واحد هيمشي وراه وهات عظة جميلة جدا جدا وحطيها وشوفي كم واحد يعني هيحط عليه. فالسوشيال ميديا ابتدى يبقى ليها تأثير سلبي، بنستخدمها غلط، بندور على الحاجات السلبية اللي تأذيني وامشي وراها، مش بدور على الحاجات اللي بتبنيني روحيا، بدور على الحاجات اللي تأذيني وامشي وراها. فطبعا ده غير بقى، يعني مش عايز اخش في نقطة البرونوغرافي، ان الانترنت والكلام ده كله سهل للانسان ان هو تو اكسبلور الحاجات الغلط دي. بعد ما كان زمان مثلا لو في التلفزيون هنا في امريكا في ريتنج، لا ده ريتد ار، لا ده بي جي، ده مش عارف ايه، في مصر كان يقولوا لا ده للكبار فقط، ده مش عارف ايه. دلوقتي ما بقاش كل حاجه متاحه. يعني على التليفون بتاعي. فالنهارده الاولاد كميه يعني ممكن يبتدي يتفرج في حاجات زي كده اوت اوف كيوريوسيتي وبعد كده يبقى مدمن ليها. والحاجات دي بقى بتشكل نفسيه وعقليه الاولاد. لما بتكلم على الادوليسنس بحاجات خطيره. انا كشاب صغير الميل الجنسي ابتدى يتحرك عندي. فاوت اوف كيوريوسيتي يمكن الشيطان يحط في ذهني ان انا اتفرج على صوره معينه، على منظر معين، على فيديو معين. ابتدي اتفرج وابتدي ادمن، وابتدي بقى ال 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 الحاجات اللي مش نظيفه دي هي اللي بتسيطر على ذهني وعلى عقلي. طبعا بيبقى ليها مخاطر. ان النهارده الجنس الطبيعي لا يثير الانسان، لان ده بقى اللي بيثيرني حاجات يعني اصعب من كده واوحش من كده. فده ممكن ياثر على الشاب او الشابه لما يجوا يتجوزوا بعد كده، او ان هو متوقع في الجواز ان الحاجات اللي ابتدى يشوفها في البرونوغراف دي لازم تحصل في الجواز. او العكس، ان هو بينظر بقى ان الجنس ده نجاسة وسقوط، فيبتدي يمتنع. يعني بيحس مثلا لما يتجوز ان البنت بيحبها دي ازاي، يتخيل المواقف مش نظيفة اللي هو شافها ان دي ممكن تبقى يعني البنت حبيبته دي بتعمل حاجات دي، فتخليه ان هو يعني يفشل في زواجه. ليتر اون يعني. فالتعامل مع الحاجات دي لابد ان يكون بحكمه، والاب والام يكون عينهم مفتحه ومونيتورنج الولاد وبيفهموهم ايه اللي يقدروا يشوفوه اللي ما يشوفوش وايه اللي يبعدوا عنه، ويكون في كلام صريح وواضح ما بين الاباء واولادهم على خطوره استخدام الانترنت والسوشيال ميديا وكل المواقع دي، لانها ممكن تكون مدمره جدا لاولادنا. طيب سيدنا، ازاي في وقت مرحله المراهقه هم شايفين ان هم خلاص كبروا كفايه وهم يعرفوا يعتمدوا على نفسهم ومش مش عايزين توجيه من حد، فازاي اقدر اقنن استخدامهم للسوشيال ميديا خصوصا في المرحله الخطيره دي؟ ما انا زي ما قلت تعتمد على الثقه اللي هي مبنية ما بين الأب والأم والولاد. لو وجد ثقة هي بل التوجيه من الأب والأم. لكن لو الثقة دي مش موجودة ومفيش حوار مش هيقبل التوجيه من الأب والأم. لكن يعني على ما أعتقد إن برضو الكنيسة ليها دور كبير، إن في مرحلة المراهقة دي بتبتدي تناقش الموضوعات الشائكة دي من خلال ندوات مفتوحة، الولاد يتكلموا ونسمع لهم ونرد عليهم، وفي نفس الوقت ممكن يبقى في متخصصين برضو بيرد على أسئلتهم، وبنوريهم statistics إحصائيات إن
التدمير النفسي اللي حصل للناس اللي هي أدمنت الحاجات دي. الولاد احيانا هنا دلوقتي بيفهموا لغة المنطق والعلم، فازاي ان انا استخدم المنطق والعلم برضو من خلال الاحصائيات والمعلومات الموجودة عندي، واقدم للاولاد يعني statistics واضحة بتعرفهم خطورة الانزلاق في ده. فالكنيسة لها دور، البيت له دور، وكنت اتمنى ان المدارس يكون لها دور، دور ايجابي يعني. لا المدارس خلاص يا سيدنا دلوقتي دورها خرج. طب سيدنا لحد امتى بتستمر مرحلة المراهقة؟ يعني احنا قلنا ميبي دلوقتي بقت بتبتدي من يمكن سن 10 سنين، لحد امتى بتفضل مرحلة المراهقة؟ يعني ماكسيمم على 20 سنة، بس احيانا البنات تانية بينتجوا قبل الولاد. يعني أوكي. البنت توصل لمرحلة النضوج ممكن توصل لفحص 16-17 18 سنة. الولاد دايما بيبقوا متأخرين، يعني البنت بقى سابقة في النضوج بتاعها عن الولد. أوكي. علشان كده مثلا لو في ولد وبنت سنهم 20 سنة، البنت بتبقى ناضجة أكتر الولد. من الولد. وده اللي بيخلينا احنا بنبقى مترددين لما يجي ولد عايز يتجوز بنت أكبر منه. فبنخاف هنا تبقى زي العلاقة مش سوية. ان هي هتبقى لو اكبر منه مثلا بسنتين، لكن في النضوج ممكن تكون اكبر منه ب5-6 سنين. فدي بتعمل يعني عندنا شويه يعني كونسيرن. لكن يعني عاده 18-19-20 سنه. طبعا في ناس بيتاخروا عن كده، بيطولوا عن 20 سنه كمان. بتعتمد على هل البيئه والاسره ساعدت، عملت فاسيليتيشن ان أوكي. ان الواحد ينتقل من الطفوله للرجوله او الانوثه ولا لا، للنضوج يعني. احنا لما احنا بنهندر البروسيس دي بنقف ضدها بتتاخر المرحله دي. برضو من النقطه المهمه ان الواحد في المرحله دي بيتارجح ما بين الطفوله والنضوج في مرحله المراهقه. لازم الاب والام يكونوا فاهمين كده. فالابنهم متصرف كطفل مره يعدوها له، لان هو لسه يعني ما وصلش للنضوج الكامل. لكن التوبيخ الكامل يشوف انت سنك بقى كام، تصرف بالطريقه دي ما ينفعش. فبرضه ده برضه الفهم ان الواحد بيبقى متارجح. يعني مثلا في سن 11 سنه ممكن يبقى 80-20، بعد كده تبقى 70-30، بعد كده 60-40، يعني تبتدي مرحلة الطفولة تقل، مرحلة الطفولة بتقل وبتكبر المرحلة دي. فلو حصل تصرفات طفولية الواحد بيعديها، بقبلها وبعديها، ما بجرحوش فيها يعني. ده هاو تو فاسيليتيت، ازاي تساعد ان الواحد يمر من المرحلة دي الى مرحلة النضوج. سيدنا ربنا يدينا الحكمة ويدينا النعمة ان احنا ازاي نعرف نتعامل مع اولادنا ونقدر يعني نربيهم في مخافة ربنا ونربيهم جوه الكنيسة، لان دي اهم حاجة. احنا حاولنا على قد ما نقدر نتكلم مع نيافتك عن التربية بالمراحل بتاعتها. احنا يمكن مواضعنا خلصت مع نيافتك، بس حلقتنا لسه ما خلصتش. احنا عندنا اسئله كتير بتاعه الساده المشاهدين اللي جات لنيافتك، فدي هنبتدي فيها مع نيافتك في الحلقه اللي جايه. احنا ختاما بنشكر نيافتك جدا يا سيدنا نيافتك، نورتنا وباركتنا، شكرا لوقت نيافتك. شكرا ليكم. اعزائي المشاهدين، يمكن احنا خلصنا مع حضراتكم مواضعنا، بس حلقتنا لسه ما خلصتش. هنبتدي في الحلقه اللي جايه المشاكل اللي اتبعتت لسيدنا من الساده المشاهدين، فتابعونا في الحلقات اللي جايه. انا ختاما بشكركم واشوفكم على خير في حلقه جديده ومشوره اسريه.